بالنسبه للتحكيم زي ما قلت لك ودراسه للقوانين والقواعد. طبعا عندنا بطولات جمهوريه ما بتبقاش بصفه مستمره او يوميه، لا بتبقى ايام معينه خلال مثلا السنه بتبقى مراحل، بحضر الايام دي والبطولات دي. طبعا الوزاره عندنا والدوله عندنا مطمنينا دوت، وطبعا بتكون بالنسبه لي شغلي ماموريه بدون بدل انتهاء. خلاف الايام بيبقى فيه اونلاين، طبعا في الدراسه بتبقى على زوم، وطبعا بحضر كل حكام العالم بسهوله توصيل القوانين والدراسه بيبقى عن الطريق ده، كله بيبقى اونلاين، والعملي بيكون في البطولات الدوليه المعروفه للناس كلها في مواعيدها الرسميه. الحقيقه ان انت بتكشفي معانا النهارده طلاسم في عالم الرياضه، اول مره المشاهد بيسمع وهو بيشوف دلوقتي حضرتك بتتكلمي عن، كلنا متعودين عن ان اي لعبه بيكون لها تريننج او تدريب معين، الا ان التحكيم في ايوه التحكيم لازم لياقه، سرعه بديهه، لان طبعا حضرتك زي ما انت عارف حركات المصارعه حركات سريعه جدا وفي تغيير الاتجاهات، فلازم الحكم على درايه الحركه هتنزل فين.